النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بأن أظهر الدين على يديه. قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وثمة عام اسمه عام الوفود، ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أقيال اليمن من أبناء ملوكها. وقد قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر به قبل قدومه. لما اخترنا علقمة؟ علقمة أحد أبناء وائل رضي الله عنه وأرضاه، روى عن أبيه، والعلماء مختلفون أيار الصناعة الحديثية هل صح سماعه عن أبيه، والأكثرون من أهل العلم على أن سماعه أي علقمة صح عن أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار. فإن عبد الجبار ابن وائل إنما مات أبوه وائل وهو حمل في بطن أمه، فبذلك لم يصح سماعه عن أبيه. لكن يحصل أحيانا لبس عند بعض أهل الحديث فيظن أن الذي لم يسمع من أبيه هو علقمة، لكن كما قلت أكثر أهل الصناعة الحديثية على صحة سماع علقمة عن أبيه. وأما أخوه عبد الجبار وكنيته أبو محمد فهذا الذي لم يصح سماعه عن أبيه.